اي اي خلاص انت تتفق مع المعلن على السعر. يلا يلا اكلمك شوي. سلامات وش اللي صار؟ مشعل كان يصور لايف وهو يطبخ وشب شوي في المكتب. طفيناه بعدين يوم جو المطافي لقوا ان ما عندنا لا تصريح ولا طفايات وقاموا قفلوا واعطونا مخالفه. اوف ليش يقفلونها؟ ما اقول لك ما معي لا طفايات ولا شافوا ما عندنا رسائل السلامه ذي ولا ترخيص اعطونا مخالفه قفلوه. الحين من جدك فاتح مكتب طول وعرض وما عندك طفايات حريق؟ اقول لك راحت عن بالي والله العظيم انها راحت عن بالي كل شيء مجهز ما دريت ان في عاد بيشب نار زي كذا. طيب وش اسوي؟ انا الحين اتفقت مع الراعي الرسمي حق الحلقه اليوم تنزل. قضاء وقدر يا عبير قضاء وقدر شو اسوي؟ مو مشكلتي الحين بيننا اتفاق وواضح وانا متفقه مع الراعي الرسمي للبرنامج اليوم بسجل. طيب مو بيدي بس مقفل المكتب شو بسوي انا؟ هذه مو مشكلتي اذا ما تصرفت انا بتصرف. شو تسوين؟ بطلع انا وجمهوري من خريس. لا لا ما يصير زي كذا انا قاعد اتكلم مع خالد. طيب عبير خلاص الله يعطيك العافيه طلبه اعطيني بس يومين دبر المخالفه ذي والترخيص وكل الامور وباذن الله انك بتسجلين احلى حلقه بس تكفين كلميهم واعتذري منهم قولي بس يومين تاخير ان شاء الله انه يومين ماكسيم يومين يا خالد يومين. الله يعطيك العافيه شاكر لك واسفين اسفين اسفين. يلا اشوفكم على خير. الله يعطيك العافيه. اسمع ضبط انت التصاريح وانا ضبط المكتب جوا. علي حبيبي علي شدت عليك معلش. سعود تعال ابغاك تساعدني بس شوف انتبه ترى هذا ينقط. ها يا ابوي انا مالي ومال ام الشغله ذي وين مشعل هو اللي يتسبب فيها الله يغربله. يا اخي مشعل اتصلت عليه ما يرد. ما عليك مشعل دحين انت تعال بس ساعدني وخلاص. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. هلا والله ركبتوها كلها؟ ايه الطفايات حتى جبناها بعد ان شاء الله خلاص طالع عيد الشر. امين. سم وش ذا؟ هذه امانه مشعل قال لي يوصلها لك. الله ايه اتوقع انه باع الكامري ان شفت على سياره ثانيه. إذا صح توقعي أظن هذه فلوس المخالفة. وأنا أكثر. أكثر فلوس مخالفة؟ إي واجد. طيب أجل أنا بستأذنك، أنا يعني هذا مستعجل. يلا الله يكون في عونك. موفقين. موفق. رغد كم لك في الإعداد؟ والله مالي كثير يعني تقريبا سنة كذا. كيفني معكم؟ والله ما قصرت صراحة، تسلم حبيبي. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. ما عليه والله ما راحت علي نومه بس طلع التصريح بالشكل. الحمد لله. الحمد لله. الله يحييكم يا شباب. يلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله.